السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال؟ أطيب البال بدعائك الكمال وبمن لله عز وجل. ما اسمك الكريم؟ اسمي محمد عبد الله المعروف، وما اسمك الكريم يا أخي؟ محمد تنذير أحمد، هل أنت تلميذ هذه المدرسة؟ نعم أنا تلميذ هذه المدرسة. ما اسم مدرستك؟ اسم مدرستي الريحان انترناشونال مدرسة. وما اسم مدير مدرستك؟ اسم مدير مدرستي فضيلة الشيخ مفتي عبد الكيوم الله حفظه الله تعالى. في أي قسم تدرس يا أخي؟ أدرس في السنة الثانية. كيف تقضي أيامك وماذا تفعل؟ أنام مبكرا في الليل وأقوم مبكرا في الصباح، أستيقظ على اسم الله وذكره، أستعد للصلاة، ثم أذهب مع والدي إلى المسجد، والمسجد قريب من بيتي فأتوضأ وأصلي مع الجماعة، وأرجع إلى البيت وأتلو شيئا من القرآن الكريم، ثم أخرج إلى البستان وأجري، ثم أرجع إلى البيت فأشرب اللبن وأستعد للذهاب إلى المدرسة. متى تفطر ومتى تتغدى أنت؟ أفطر إذا كانت أيام الصيف، وأتغدى إذا كانت أيام الشتاء. كم وقتا تمكث في المدرسة ومتى تخرج منها؟ أمكث في المدرسة 6 ساعات وأخرج منها حتى إذا انتهى الوقت وضرب الجرس. ماذا تفعل بعد العصر يا أخي؟ لا أقرأ بعد العصر، بل في بعض الأيام أمكث في البيت، وفي بعض الأيام أذهب إلى السوق وأشتري حوائج البيت، وفي بعض الأيام أخرج مع أبي أو أخي إلى بعض الأقارب، أو ألعب مع إخوتي وأصدقائي. مع من تتعشى في الليل يا حبيبي؟ أتعشى مع والدي وإخوتي، وأحفظ دروسي، وأطالع للغد، وأستعد للدرس، وأكتب ما يأمر به المعلم، وأصلي العشاء وأقرأ قليلا، ثم أنام على اسم الله وذكره. تلك عادتي كل يوم لا أخالفها. كيف تقضي أيام العطلة يا أخي؟ أقضي يوم العطلة هكذا، أنام مبكرا يوم العطلة أيضا، وأصلي مع الجماعة وأتلو القرآن، وأقضي اليوم في مطالعة كتاب ومحادثة مع أبي وأمي وإخوتي، وفي زيارة قريب أو إعادة مريض، وأمكث أحيانا في البيت وأخرج أحيانا إلى الخارج. بارك الله في حياتي. وبارك الله في حياتك. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.